هي عم ابو زيدان سيدلالي عنده حبوب وجع راس بس شو على كيفك. اهلين يا ابو زيدان والله. يا انتك روح يا انتك. بس وينك؟ انا ما في حبوب كاش. ايوه بحط لك اياهم بالشاي بالقهوه بالمتي باللي بدكم اياه. لا لا انت بتقبضنا كاش واحنا بندفع لك كاش. يا اخي والله القصه مو قصه مصاري قسما بالله مو هيك. بس انتو شايفين الظرف يا وي وعيون الشرطة مفتحة علينا. يعني بدي نسترزي ماشي وانا لو لقيته يتبهدل. ابو زيدان اذا ما عبت راسنا بالشاي بدك تظبطنا ها؟ بدي شو ما تعبي بدها تعبي وحياتها عيونك. لعيونك لعيونك